بعد إلغاء المباراة الودية الأولى، تستعد مدينة أبها لاستضافة المواجهة الودية التي تجمع منتخبنا الوطني للشباب بنظيره السعودي، وذلك في إطار استعدادات الأحمر الشاب للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا. ودخل منتخبنا الشاب منذ الاثنين الماضي معسكرا خارجيا في أبها، الهدف منه تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن، حيث سيستمر لمدة أسبوعين يشمل بجانب المباراة الودية تدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية، سعيا وراء خطف بطاقة التأهل لنهائيات بكين 2025. ويركز الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب محمد البعداني خلال فترة المعسكر على الجانبين التكتيكي والبدني، سعياً لتحقيق الانسجام التام بين اللاعبين وتطبيق الخطط التي تم وضعها لمواجهة المنتخبات المنافسة في المعترك الآسيوي. وتكتسب ودية السعودية أهمية بالغة بالنسبة لمنتخبنا الوطني للشباب، حيث ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى جاهزية اللاعبين وقدرتهم على المنافسة في أعلى المستويات، كما ستسهم في الوقوف على نقاط القوة والضعف التي يجب معالجتها قبل خوض غمار التصفيات الآسيوية. وكان الأحمر الشاب قد أنهى الأسبوع الماضي معسكرا داخليا مكثفا في العاصمة صنعاء استمر لمدة شهرين، تخللته مباراتان وديتان أمام منتخب العراق في البصرة بجانب لقاءات تجريبية أمام أندية الأمانة، وشكلت جميعها تجربة قيمة للاعبين ساهمت في رفع مستوى اللياقة البدنية ومنحت الجهاز الفني فرصة لتطبيق الخطط والأفكار التكتيكية المناسبة. وتعتبر المباراة الودية أمام السعودية محطة فارقة في مسيرة شباب اليمن الإعدادية للتصفيات، حيث ستشكل حافزاً معنوياً للاعبين وستعطي الجهاز الفني صورة أكثر وضوحاً عن حالة اللاعبين الذهنية والفنية قبل السفر إلى إندونيسيا في 21 من الشهر الجاري. ويسعى منتخبنا الوطني للشباب إلى تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات الآسيوية، ويتطلع الجمهور اليمني إلى تقديم نجوم السعادة لمستوى مشرف وأداء قوي يضع اليمن من جديد في النهائيات.